السلامة، مرحبا بك. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ صافا والله الحمد لله. مرحبا بك أحمد. دونك باش نحكيو على مشروع صناع الرأي، كنت تحكينا شوية ساعة أحمد على مناظرة، منظمة مناظرة. فوالا والله منظمة هي اسمها مبادرة مناظرة، تأسست عام 2012 في تونس، تخدم في شمال أفريقيا وشرق الأوسط والمناطق الناطقة باللغة العربية. هاي تسعى لتأسيس منصة شاملة للمناظرات والنقاشات. دونك خدمت برشا مشاريع في تونس أكيد، كيف مثلا المناظرات الرئاسية 2019 هي اللي نظمتها. أي. زاد مشروع اسمه لنتناظر من أجل مصيرنا، اللي هو كان في تونس زادة، عمل برنامج زعمة. والمرة هذه رجعت بمشروع جديد اللي هو صناع الرأي. صناع الرأي بي نحكي وتوا شوي على صناع الرأي، شنو بالضبط صناع الرأي؟ هو مشروع شبابي جديد يهدف لتأسيس ترسيخ ثقافة المناظرات. مي المرة هذه الليفل بتبيع أقوى، دونك باش يكونوا هالمناظرات هذه تتعدى في التلفزة حول مواضيع حارقة وتهم الشأن العام في تونس. دونك الشباب بدا 31 شاب ترشحوا معناتها وتقبلوا في المشروع هذايا من أصل 180 مشارك. أي. دونك 31 شاب باش يتناظروا تيلة 12 حلقة في الموسم هذايا. 12 حلقة تعدى كل حلقة كلها على 4-9 نتاع الليل. أي. حول مواضيع معناتها مهمة تهم الشأن العام. دونك باش يتناقشوا فيها ويتناظروا فيها في المباشر في أربع قنوات تلفزية وعديد الإذاعات. بي. واضح جدا. هذا معناتها في برنامج بالنسبة نحكيه على قلت لي أربع قنوات تلفزية وعديد الإذاعات، نحكيه على برنامج زعمة. فوالا اللي هو برنامج زعمة. برنامج زعمة اللي هو باش يكون فيه 31 شاب باش يحكيوا على مواضيع تهم الرأي العام والشأن العام، كل مرة يطرحوا موضوع قضية تهم العموم يحكيوا فيها ويحلوها هكا ولا أحمد؟ بالضبط هكا. هو المغزى معناتها من البرنامج زاد انه الشباب هذا ينجم يوصل يوصل صوته. أي. وانه يتحط في الموضوع نتاع انه ياثر زاد في العباد ويصنع الراي، ويصنع الراي الحقيقي بحجاج منطقيه وواقع يعني منطقي خلاف الواقع المغلوط. باهي برشا. باهي احمد، ال 31 شاب اللي معناتها نقولوا احنا اخترتوهم من اصل 108 هكا ولا مشارك؟ اصل 180 شاب. 180 شاب هذوما زاد انا من اصل ال 31 اللي تم اختيارهم. باهي برشا. باهي اليوم كي نحكيوا على ال 31 شاب هذوما، نحكيوا على اطراف عمريه معينه، نحكيوا على فئه معينه معناتها دي ستوديون، ولا نحكيوا على الشباب قادر انه يغير؟ هما شباب ما بين 18 و 35 سنه. هاي. من فئات من جهات ساعة مختلفة، معناتها منتشرين على كل التراب التونسي. بي. هذه الأولى، من مرجعيات ثقافية مختلفة، فكرية، دراسية. يعني كل الاختلافات موجودة، ومعناتها وبتبيع هذاك الاختلاف اللي نجم يخلينا نبنيه عديد عديد الآراء يسرنا. باهي برشا. باهي دونك حكينا على 12 حلقة من البرنامج التلفزيوني زعما في النسخة الجديدة نتاعو، قلت لي باش يتعدى في أربع قنوات، وين بالضبط أحمد؟ يتعدى في أربع قنوات، قناة التاسعة، قناة الحوار التونسي، قناة تونسنا، وتلفزة تي في، هذوما هما القنوات الشريكة معناتها واللي تعدي في البرنامج، كيف على عديد الإذاعات الجمعياتية الأخرى. بالزبط يتعدى مباشرة في عديد الإذاعات الجمعياتية الأخرى. باهي برشا. يعني دونك نجمو نلقاو المشروع هذايا والبرنامج هذايا زعما في أربع قنوات تونسية بخلاف الإذاعات الجمعياتية اللي تساند فوالا مشروع صناع الرأي وبرنامج زعما. اليوم كي نحكيو بعد زعما، بعد الخدمة هذه كل الخدمة اللي نجمو نقولوا يلزمها شكر خاص، يلزمها شكر خاص على المجهود هذايا كل 31 شاب اليوم باش يقدموا مواضيع تهم الشأن العام، يحكيوا في مواضيع تهم، يمكن خلينا نقولوا زاد أحمد اللي 31 شاب هذوما يمكن قراب برشا من المجتمع المدني، قراب برشا من المجتمع ككل. اليوم معناتها كي باش نحكيوا في قضية، نحكيوا في قضية تمس الناس اللي يسمعوا فيها، ولا تمس الناس اللي يشاهدوا فيها، تمس عديد الأطراف العمرية على شليف، ولا هكا ولا أحمد؟ بالضبط، هو بالضبط به أطار زي أن الناس هذوما معناتها اللي تم اختيارهم، او معناتها كانت فما انترتيان كبير في عديد الاسئله مهتمه بالشان العام، بالثقافه العامه زاد. ابار انه كل موضوع معناتها الشباب هذوما راهم يحضروا له، راهم يعملوا دراسات ويعملوا بحث كبير
باش يقدموا الحجاج هذه صحيحه. واضح. دونك اكيد انهم قادرين وعاملين معناتها بحوث ديما على كل المواضيع. واضح جدا. دونك احمد سيسي ميرسي بوكو، شكرا ليك على التفاصيل هذوما كل حكينا على برنامج زعما اللي موجود في القنوات التلفزيه والاذاعيه اللي قالهمنا احمد سيسي. بتبيع التفاصيل نجم يرجعوا على الباج فيسبوك نتاعنا غادي كاب فيم الانستغرام، ولا يلقاو التفاصيل على اليوتيوب. زاد حكينا على مشروع صناع الراي، عجبني برشا اسم صناع الراي احمد. أكيد هو مشروع صناع الرأي، لأنه الشباب هذا اليوم هو اللي باش يصنع الرأي، هو المغاير للوجه الإعلامي التقليدي اللي نعرفوه احنا في الإعلام. فجاه المشروع هذا وجالي فيه اللي فيه برنامج زعمة باش يبدل هالمشهد هذا ربما قليلا، ويحط فيه معناتها هالشباب باش يصنعوا الرأي ويهزوا العباد الثنية صحيحة عبر حجاج بطبيعة وطريقة سليمة، باش يصنعوا رأي عام صحيح. معناتها أبار هو ديجا برنامج زعما، زاد فما برنامج رقمي شبابي اسمه جيل الجاي. اي يتعدى في السوشيال ميديا على باج مناظرة أو باجات القنوات الشريكة. اي يتعدى ربع ساعة قبل الحلقة نتاع زعما اللي تعدى في التلفزة، وربع ساعة بعدها. نجم نقولوا فما ربط ما بيناتهم يعني أحمد، يعني نلقاو هو جيل الجاي كأنه نسخة ربما لايت شوية، كي خاطر موجهة للشباب أكثر. معناتها موجهة للفئات العمرية الأصغر شوية. دونك والستيل نتاعها زاد شبابي، معناتها شباب يتحاوروا ويحكيوا على الموضوع. دونك فما الحلقة اللي هي قبل برنامج زعما بربع ساعة وبعده بربع ساعة. فما حلقة نهارة الجمعة تتعدى زاد لايف على باج مناظرة باجات القنوات الشريكة، وتحكي على الأكتواليتي نتاع الجمعة كاملة زاد وخفيفة برشا معناتها ومزيانة.